بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الماء الفرات. نرى في هذه الصورة كيف تساهم الجبال العالية في تشكل البحيرات العذبة، ويعتبر العلماء هذه الظاهرة من الظواهر العجيبة في الطبيعة. فلولا الجبال لم نكن ننعم بهذه البحيرات العذبة. كذلك تساهم الجبال في تشكل الغيوم ونزول المطر، وللجبال دور مهم في تنقية الماء عبر طبقاتها المتعددة. كل هذا أشار إليه القرآن في آية عظيمة ربط فيها المولى عز وجل بين الجبال الشامخات وبين الماء العذب الفرات. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وجعلنا فيها رواسي شامخات، أي جبال كبيرة وضخمة. وأسقيناكم ماء فراتا وويل يومئذ للمكذبين. سورة المرسلات آية من 27 إلى 28. وعلى الرغم من هذه النعم تجد من يكذب بآيات الله تعالى ويجحد بنعمه، والله أعلم.